أعزائي المشاهدين، يسعدني أن ألتقيكم من جديد. اليوم راح نتناول موضوع مهم في كرة القدم، واللي هو التحولات في كرة القدم. تابعونا أعزائي المشاهدين. قبل ما نبدي، أرجو من حضراتكم الضغط على سبسكرايب والمشاركة في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. مرحبا أعزائي المشاهدين. التعرف على تحولات في كرة القدم ودراستها وإيصالها إلى اللاعب للتحرك معها بشكل خاص ومحدد وفق الواجبات وفق ما يعطيه المدرب، أمر في غاية الضرورة أو مهم جدا للاعب وللفريق ككل. تحولات في كرة القدم اللي هي تسمى في بعض المصادر وفي مصادر الدورات التدريبية في الاتحاد الآسيوي وفي بعض الكتب تسمى باللحظات الثلاث أو free moments، لكن في المنطوق الحديث والمصادر الحديثة وأكثرها المصادر الأوروبية خصوصا وتحديدا الألمانية، اللي هي transition to attacking، attacking transition to defending and defending، والتي تعني التحول إلى الهجوم، الهجوم والتحول من الدفاع إلى الدفاع والدفاع. هذه الأربع لحظات أو الأربع حالات هي عبارة عن كرة القدم وما تحتوي كرة القدم. هي عبارة عن انتقال من وضع دفاعي إلى وضع هجومي، ووضع هجومي عندما تكون مستحوذ على الكرة، ووضع دفاعي تام عندما تكون في حالة فقدان الكرة. راح نجي نتكلم عليها كل وحدة وبخصائصها وبمميزاتها. هنا لازم تكون انت تعرف شنو اللي تريده في كل حالة. نتكلم على الحالة الأولى أو اللي هي الانتقال من إلى الهجوم. هنا بها خصائص عملية الانتقال إلى الهجوم، توفر أو هنالك عدة نقاط يتبعها الفريق وفق ما يحتاج المدرب أو وفق الأسلوب اللي يلعب به الفريق. كيف؟ أيضا هنالك مبادئ خاصة بعملية الانتقال للهجوم، من ضمن هذه المبادئ هو تكبير الملعب، أي الانتشار بشكل صحيح، إضافة إلى توفير زاوية الإسناد للاعب حامل الكرة أو المستحوذ على الكرة، إضافة إلى التحرك في الفراغ، تحرك في الفراغ وطلب الكرة، إضافة إلى الانتقال إلى الأمام. هذه طبعا نقاط بسيطة من عملية الانتقال إلى الهجوم، transition to attacking. في حالة الاتاكينج هنا راح يكون عملية الاستحواذ، عملية تدوير الكرة وتمرير الكرة وصولا إلى المناطق الخطرة الحساسة على الفريق المنافس ومحاولة تسجيل هدف. هنا عملية الاتاكينج الهجوم تختلف وفق الاستراتيجية، وفق اسلوب الفريق، وفق المتطلبات اللي يتدرب عليها الفريق او ما يريد المدرب من الفريق، يعني او خطة اللعب خلينا نسميها بشكل عام. يعني اكو فريق يهاجم على الاطراف، اكو فريق يهاجم من العمق، اكو فريق يهاجم عن طريق الهجمة المرتدة السريعة، اكو فريق يهاجم باسلوب غير مباشر، واكو فريق يلعب باسلوب المباشر والى اخره. احنا ما اريد ندخل بشكل كبير في صلب هذه الاستراتيجيات او الخطط، لكن نذكرها من اجل انه يعرف المتابع او المدرب يصير عنده مفهوم وفكرة واضحة. الانتقال من الوضع الهجومي الى الدفاعي وهو الترانزيشن تو ديفندينج، هنا في هذه الحالة عملية تصغير الملعب، هنالك أيضا مبادئ ونقاط مهمة وأولويات يقوم بها المدافع، وهذه الأولويات دائما أن
ان عملية الانتقال من الهجوم الى الدفاع هنالك نقاط مهمة واولويات يقوم بها المدافع الفريق المدافع، وهو لحظة فقدان الكرة يتم التحول من الوضع الهجومي الى التحول في الوضع الدفاعي وليس الوضع الدفاعي. عملية التحول تحتاج الى لحظات بسيطة في عملية التحول وعلها اوليات ونقاط، وهو تأخير حامل الكرة، الضغط، أقرب لاعب إلى الكرة يقوم بالضغط باتجاه الكرة من أجل تأخير عملية البناء والهجوم للفريق المنافس، وعدة نقاط أخرى أيضا وفق الأولويات والواجبات اللي يحددها المدرب من الفريق. هنا ما راح نقدر نتكلم عليها، لكن هي بشكل رئيسي نقاط عملية غلق زوايا التمرير، تأخير أو تبطيء الهجمة أو إيقافها في بعض الأحيان إذا كانت هجمة مرتدة وفي مناطق حساسة خطيرة. عملية الانتقال المرحلة الرابعة وهي الديفيندينج، عملية الوضع الدفاعي وعملية الدفاع، هنا تكون عندما أنت خسران الكرة بشكل تام والفريق المنافس أو فريق المنافس إليك الفريق الآخر يقوم بعملية الهجوم التام. أرجو أن تكونوا استمتعتوا في هذه المعلومات وأصبح عندكم فكرة واضحة عن اللحظات الأربعة وليس ثلاثة، والتي هي transition to attacking, attacking و transition to defending, defending، أي الانتقال إلى الهجوم والهجوم والانتقال إلى الدفاع والدفاع. لماذا أربعاتهم مختلفات؟ سؤال يطرحه راح نكتبه ونتمنى الإجابة عليه في التعليقات. شكرا جزيلا.